مرحبا، اليوم جتي مريضتنا سنة ما جايت لها الدورة من بعد الولادة. كثير يسألوننا ليش تنقطع الدورة اللي ترضع. طبعا بالرضاعة هرمون الحليب يصعد، بوجود الحليب إذا كانت الرضاعة كاملة ما تشوف الدورة، بس بنفس الوقت احنا ننصح النساء انه تحذر منه، انه ممكن تصعد بيضة وتتلقح وتصير حامل. فدائما تسوي اختبار بين فترة وفترة، تسوي اختبار حمل او سوي منع طبيعي. منع طبيعي ما تعتمد 100%. فهذه مريضتنا، سوينا لها سونار، هذا رحمها فاضي، كبر الصورة، هذا الرحم فاضي ماكو حمل، حتى تتطمن ما طولها ترضع رضاعة كاملة فما تخاف. اي وحدة ترضع رضاعة كاملة وما اجتها الدورة فهذا الشيء طبيعي، منع طبيعي من رب العالمين. اوكي، تحياتي لكم.